اهلا الكبيدات ديالي، لاباس عليكم؟ بخير يا اختي، وبركه الخير ديال الشتاء. عرفتوا الشتاء؟ الشتاء البنات فن غزال. شو انا قدام الدار كتصب الشتاء، انا ما نعاودش لكم. عرفتوا كيعجبني الجو ديال الشتاء فاش كنخرج، والله العظيم دابا مع مخشيه في الدار كنسمع داك طق 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 في داك سميتو في داك الشيء ديال لاكور، ولا يني راه ملي تنخرج قدام الدار تنصب الشتا، كتصب واحد الاحساس راه شنقول لكم. مبروك هاد الخير ديال الشتا والله العظيم ما عديش مع الصيف بزاف البنات. سمعوا الله يا سيدي يا ربي، شحال تيعجبني. ما كرهتش دابا نبقى في الطوموبيل البنات والله، ونبقى نشوف الشتا كتهبط بحال معك. كان عندي هوايه فاش كتكون الشتا كتصب، شوفوا البنات كان عندي هوايه فاش كانت الشتا كتكون تصب. كنت صغيره كنجلس في الشرجم وكنبقى حاضياها، تندير غير الزاج صافي ونبقى حاضيه تصب وانا حاضيها. زعما عندك الشتا كتصب وعندك الامواج ديال البحر، هادو جوج. الله صوت الصوت يعني. المهم يا اختي نخرج نقضي شغالاتي، بدا كي نرجع نتامل نجلس في البالكو ديال نوران. لا هي خلاتني اجي. واحد الدري يا اختي تلف على ما اجي اختي، اجي اجي بغينا نديرو ليها خبيز. كتصب اجا وقفت عليا، دخلت البنات. المهم مشيت قضيت شحال من حاجه، مشيت لاجونس ودزت المخبزة، يلا تقديت لي بكوميرات سخانات، تقديت البنات الحليوات باش نفرحها. ما توقفت عليا قالت لي اختي شنو ديري هنا؟ حنايا خلصنا عاوتاني الما، خلصت الضو، يلا سير سير نتلاقاو في الدار ابنتي. الصباح الصباح يلا بسلامة، ردي البال راسك. المهم شي شتي كتصب عليا مسكينة. يلا نمشي انا للطوموبيل، خلص بعدا كي الماء والضو اللي مهمين، يلا نمشي بحالي للدار. بنت صباح البنات تضحكي. تعب عادي اختي. شتي كتشجعي فرنسا؟ لا لا اختي، حدا اختي نشجعو الكريشان، دخلو نصايبو الكوتي بين ما جات لالا نور. هان البنات بنشارك معاكم واحد الطريقه عرفتو. شنقول لكم هاد مؤخرا ما عرفتش واش من السيفون ولا. المهم البنات اللي عندهم نفس المشكل قولوا لي الله يعطيكم الستر اشنو اللي درتو. انا لقيت واحد الفكره وجربتها، والصراحه هذه يعني من البارح اليوم ما بقاتش ليا الريحه. عرفتوا كانت الريحه ديال القرقره يا البنات، واخا نكون يلاه مجفه كتكون هابطه ليا من الفوق في كل طبقه. عرفتوا الريحه ديال الدوش كتصدع، ما نعاودش لكم الريحه كيفاش. واخا نكون مجفه، واخا نكون دايره ساني كروا، ما خليت ما درت، كنكب جافيل والو. فاشنو درت البنات؟ يعني جيت القرقارات ديال التحت، بديت بديو التحت، درت هذه الطريقه هذه والله ما بقات ليا الريحه. انا كنت كنسمع كيديروا الكريزي، كيديروا المهم بزاف ديال الحوايج، ولكن فكرت خممت ولقيت هذه الطريقه هذه زوينه. اشنو درت البنات؟ جبت يعني فيلم اليمونتير، هذا اللي كنديروا البنات الماكله وسميتو. المهم واحد الزغبه ديال نوران فين طايحه، شديتو، شديت القرقاره، حيت هاد القرقاره البنات عدي انايا بسميتو عدي ب يعني كتورت. هانتوما هنايا راه مسدوده، انا نوري لكم البنات حيت كتورت. المهم حيدتها البنات، دابا مبغاش تحيد ليا مع فيها البلاستيك، حيدتها وغلفتها بهاد فيلم المونتير البنات، وعاود درتها والله ما بقات الريحه، ما بقاتش ليا. كنا زمان شنو كنديروا البنات؟ كنديروا الميكا ديال الحليب وديال داك اللي كنحيدوا منها الحليب، كنغسلوها وكنديروها. دابا البنات مع ولا حد الفيلم اليمونتير قديم، راه ما كانش هذا، ما كانش هذا البلاستيك الغذائي، كانت غير الميكا العاديه اللي كنشريو مع الحليب وسميتو. كنا كنغلفوا بها القرقاره وكنسدو، ما كتبقاش تخرج لنا الريحه ولا شي حاجه. دابا البنات والله الا عرفتو ملي لقيت الريحه ويجيني هذه الفكره، قلت زكا نديرها بحال ديال ايامات زمان، ودرت هذا الفيلم اليمونتير. صراحه ما كيبانش، ها نتوما الا كتشوفوا ما كتبانش، والريحه ما بقاتش.
دابا عندي في يعني في البروميير، وهنايا لتحت ما بقاش غادي ندير، وغادي نطلع ملي جربتها وصدقات ليا غادي نطلع حتى للفوق حتى هوايا، غادي نديرها لي هذا احسن، لا من الجريزي لا من الريحه لا من اي حاجه، ما كتبقاش الريحه تخرج نهائيا، اي ريحه ديال القرقاره ولا شي حاجه. وما عرفتش المشكل مناش، ما عرفتش واش خاصني نعيط على البلومبي ولا، المهم ما عرفتش المشكل مناش. واخا تنكب الماء سميتو الريحه يا اختي اش غنقول لكم، راه لا اله الا الله. ولكن ملي درت هذه الطريقه هذه، المهم ما بقاتش ليا الريحه ديال القرقاره في الدار. جيت البنات البيم شنو كاين، ندوزي يلا صراحة. هادو بزاف ديال الناس اللي شفتهم كياخذهم، انا ما زعمتش ناخذهم. شفتهم تسكت عندي الطبيلة ديال الفوطو ياسو ناخذ. هادي كنت كتسول على نور هين، قلنا نسينا، قلت لك ماما بغيت بحالها، قلت لها سيري حتى تنقادو لك بيتك وعاد نشوف. بغيت نور هين بحال هادي، هادو تبسلات زوينين. المهم انا كنحاول البنات نشوف لا من هادو يا اختي. وهادو البنات عرفتو هادو شحال تقالين تقالين وزوينين. تبوش عليه هادا تبخرو فيه الماكلة تفوار فاش ناخر لي كاين انايا. كاين بلاطويات هادو عندي منهم البنات، هادو زوينين كديري فيهم مسحوق ديال التصبيل باش كتبقاي عارفه بلي راه يعني مسحوق تبقى باين ليك. خلطهم هادو مهم كنشوف اش بان لك لا الخبز ضرب دويرة هنايا نشوف عاوتاني شنو اللي كاين. كاين الفرد كاين الفران تاهويا هيك البنات، شنو خرج اللي كاين شنو خرج اللي كاين، كاينين شحال من حاجه هنايا صراحه. كاينين هادو ديال سميتو ديال الناموسيات الحاف، شتو نشوف انا خصني البلبوله ندير الغدا. كاينين حتى هادو راه شاريه منهم البنات. دابا البنات للدار والكوزينه والشقه، ما لقيتش داك الكسكسو ديال البلبوله، البلبوله الخاصه بالكسكسو فبيم، وليت مشيت حتى المرجان عاد تقديتها. ها هي جبتها، جبت من البنات باكيه هذا. دابا نبدا نصايب في الغدا، كنصايب الندى ونور هان الدجاج بالكسكسو، وانا يا اختي مشهيه شويه ديال القديد، وخا بقى عندي غير واحد شويه وانا نقول الله يسخسمو على شحال من مره. المهم نديرو يبنن ليا واحد الكرداسه حتى يبدا يسخن الحال، وعاد نتقدى شي دواره ونتقدى اللحم ديال الغنمي ديال الضلوع، ونديرو اختي قديد وكرداس. صراحه كيعجبني بزاف خصوصا في الوقيته بحال ما كيوم الجمعه كنديرو
البلبوله كنعرفش راه ما تشبعيش منه مع شويه ديال الخيز ومع اللفس الحار مع راه كيجي بلبوله من داك الشيء الرفيع. مهم غنقسموا الغداء نقسموا الغداء انا وبناتي العزلة كل ما كل وحده ندير لها حاجه بوحدها. هما غندير لهم الدجاج بالكسكسو والرقيق. شوفوا تيتشرطوا عليا الناس قالت لك ماشي الكسكسو الغليظ الكسكسو الرقيق. وانا يا اختي ندير البلبوله بالقديد والكرداس. انا درويشه انا عروبيه انا اختي انا باغا نلقم نصايب الغداء البنات ونكمل جميع ديال الكوزينه. حكيت البطاطا الاولى حكيت هنايا وعاد نكمل الشق ودخلي جلسي بعدا. شنو دخلي جلسي مالي انا جيت عندك. يلا غدابز من الباب من الباب غدابز امي بنات. ها هو الكسكسو ديال ندى ونورهان وجد ما كملتش لكم التصوير. المهم تي طيبوا الكسكسو الاخر ديال البلبوله وعاد نكملوا لكم لحقاش راه من الصباح فين ما تنشعل الكاميرا نبغي سميتو تتبدا ماما جاعره تتبدا تخاصم وتبدا تعيط لها. يلا صافي المهم نعيط على بناتي ياكلوا من ما ساليت البلبوله وسكيتو. هو البنات البلبوله انا سكيت دابا القصيريه هذيك. شوفوا كنت يعني كديره بحسابي تمشي عارفين من الشكل الله ساعة كتابت لامي. المهم البنات الكبيدات ديالي قطع دابا مع حد الواليدة ساكتة ساقلة حقاش راه جات شاعلة كيف ما شتو كتعير من الباب. الله يهديها وصافي لا اله الا الله. هادشي اللي غنقول الله يعطيني الصبر. المهم بسلامة عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة عليكم. نمسح هنايا شوفوا الخوف ما يدير. نمسح هنايا ونتي القصرية نحطها ونتغداو.